نشوف بعد كده رئيس مجلس الدولة أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرار تضمن ولأول مرة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مباني ومقار مجلس الدولة حتى يكون متزامنا ومتواكبا مع استئناف العمل الجزئي للمحاكم حماية للصحة العامة مع أداء العمل القضائي. وأضاف أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلي: أولا، وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة. 2، قصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على ذوي الصفة فقط وبعد تقديم ما يثبت ذلك. 3، يقتصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس. 4، يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها. 5، يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر. 6، يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها ومراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر. 7، يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات، وذلك بواقع مرتين يوميا. توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقر مجلس الدولة. التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقر وفروع مجلس الدولة، وفي حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.